أسعد الله مساءكم. 30 يوما تقريبا من 18/3 لليوم، قربنا على شهر من بقائنا في منازلنا، وهذه المحاضرة رقم أعتقد 17، لكن هذه المحاضرة ستكون للمهتمين بالعمارة وبالتخطيط وبالطلبة المعماريين. سأتحدث اليوم عن كيفية التعامل مع تخطيط لقطعة أرض تراوح حوالي 20 دنم، 200 متر في 100 متر، وكيف نقدر نحط عليها وحدة سكنية، متجاورات سكنية بنسميها متجاورة، سنيبرهود، وكيف يمكن التعامل معها. وزي ما أنتم تتذكروا المرة الماضية حكينا عن قطعة أرض كانت تقريبا 20 دنم وكيف تعاملنا معها. لكن قبل البدء، ترى الواحد في البيت أحيانا بيحتاج يغير، إحنا كل يوم بنروح على الشغل وبنغير أو بنكون بملابس تغيير النفس، فبتلاحظوا إنه أنا حاليا كل ما أجي على مرسمي ما بجي بملابس اللي بكون فيها بالمنزل، بحاول كل جهدي أغير القميص، أبدل لون الجاكيت من فترة لفترة حتى نفسيتك أيضا ترتاح كأنه أنت ذاهب إلى مكتبك. لكن زي ما أنتم شايفين اليوم بدي أورجيكم، لما أبلش قبل ما أبلش أرسم وأنا بكتب بكون دائما حوالي مجموعة من الكتب. في كتاب ظهر في 2007 اسمه The World Without Us. The World Without Us معناته في ناس كثير كانوا يكتبوا عن أشياء ممكن أن نمر فيها. هذا كتاب قيم بيشبه كتاب The Granite Garden تاع آن ويسترن سبيرن، تحدثت عن التلوث والأذى للإنفايرمنت في العالم وركزت على الولايات المتحدة. وهذا الكتاب يتحدث عن البنية التحتية إذا صار فيها كولابسينج، وإذا اختفى الإنسان عن البيئة شو بيصير في البيئة نفسها أيضا. يعني هناك أدفانتج وهناك ديس أدفانتج، لكن في هذا الكتاب بتخيل إنه هذا العالم يكون بدوننا. فلذلك كتب زي هيك تثري كلامك، تثري علمك. في هذا في محور الكتب بدي أحكي اليوم للمهتمين إنه في كتاب اسمه Planning and Urban Design Standards. هذا by Wiley Book Publishers. This is a beautiful text للطلاب اللي مهتمين بتصميم التجمعات التجارية. كيف ستاندرز ورايحين نمشي في بعض الشغلات ونطلع على بعض الصفحات، كيف التعامل مع النيبرهود وعلى البلانينج لارجر بورشنز اوف سيتيز او متجاورات سكنيه نيبرهودز والى اخره. الكتاب الثاني اللي دائما بكون دائما في اربع كتب مهمه عندي دائما، واحد اسمه تايم سيفر ستاندرز فور لاندسكيب اركيتكتس، في كمان Time Savers for Interior Designers، وفي كتاب اسمه Time Savers for Site Planning و Time Savers for Interior Designers. Four major books. You can see that you have in this book all what you need in these books. تقريبا كل كتاب في ما يقارب من 1000 صفحة، فعندك 4000، كل واحد في 1000 صفحة مع complete illustrations في كل section موجود. فالعلم ما في داعي انه انت تخترع شيء الا الابداع بطريقة التصميم وطريقتك بالعمل، لكن كل الديتيلز كل التفصيلات كل الستاندرز موجودة عندك. It is usually in the books. فعادة هذا الكتاب حسب اللي انا بصممه والplanning standards، وأحيانا بكون عندي دائما بكون قبل بتطلع على my library of books زي architectural digest وزي معمار كانت تنشر في الثمانينات لأواخر التسعينات من الأغا خان foundation، في architectural record، في architectural magazines. هذه بتعطيك the latest published work all over، وأيضا بكون في معها materials، بكون معها certain French press, French style. What do you think of certain things في العالم؟ هذه المجلات لا يستغنى عنها.
ايضا بتطلع على كتب من المكتبه ما له دخل بموضوعنا بس سكاي سكريبرز يعني if I want to open the book هدول الفوليومز ملان فوليومز ملان كتب تقدر في كل تخصص تطلع عليها فلما اعطينا مثلا كورسات عن سكاي سكريبرز وكيف بتنبنى كيف الزونينج تبعها كل ما بنحكي عنه اليوم امبارح واول امبارح بالدراسه بوكس هلا في العالم العربي في العالم العربي ابتعدنا عن قراءه البوكس وابتعدنا عن قراءه كتبنا وابتعدنا عن الوصول الى هذا ايضا في كتب كتاب لمعماري اردني ايضا بعتبره عالمي اسمه راسم بدران كتاب راسم بدران talks about the culture narratives on people and place وفي كتاب راسم بدران يتحدث عن المشاريع اللي صممها ويتحدث عن أول عمارات إله بنيت في الأردن وعن مسابقاته المعمارية وعن طريقته بالتصميم هذيك النهار سمعنا لمحاضرة لأخونا عمار خماش وركز على الـ value of seeing the landscape and seeing outdoor by sketching them لأنه قلبك مع عينك مع القلم كله records the story of the places the richness of how this guy designs he designs with pencil and heart and mind أنا الآن بحكي عن راسم بدران قبلي كان توفى قبل كذا سنة المرحوم كمان جعفر طوقان Those guys are school of thoughts. هم مدارس معمارية. والآن على نمطهم مجموعة من المعماريين. وأنا أيضاً بتطرق دائماً لعمار خماش because he cares about the nature and the landscape settings. اليوم بدنا نمشي معكم شوي شوي في المتجاورة السكنية. المتجاورة السكنية نطلب مثلاً تصمم 12 بيت. وبدك تعمل فيها 12 بيت على قطعة أرض 20 دونم How you can utilize the space بها العشرين دونم فأنا بلشت في القطعة حطيت الفراغات اللي عندي بعد ما عملت السايت أناليسز وبلشت أحلل وعملت كومبينيشن سكيم وجدت هذا الشارع الرئيسي عندي بهذا الطريق وهذولا قطع مصفوفات بجنب بعض وهذا مين رود أرتير سب أرتير بفوت على هاد بدنا نفوت على قطعة الأرض هاي And we are here assuming it's a flat site. فعندنا الوحدات 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 units. وال 11 units تقريبا لو بحط هاي القطعة بلاقي كل واحدة من هدول 2 دنم. يعني 2000 متر مربع. لو أحط هدول 12 واحدة بجنب بعض بطلع عندي تقريبا 10 بطلع عندي هدول 1, 2, 3, 4. أربعة أربعة بتطلع عندي تقريبا هون 20 دنم من الأرض إذا هاي القطع إيشي بيسموها space planning قبل ما أبلش أفكر أيضا بدي أفكر قديش بده يكون حجم البناية فأنا عندي مدخل في عدة حلول لهاي إما بتدخل من هون على الأطراف بطريق دائري رينج رود حول المتجاورة والآن بدي أورجيكم نوعين من البتر بيبر هذا بنسميه بتر بيبر وايت وأنا دائما بفضل أستعمل البتر بيبر اللي هو اليلو تراش بيبر ومعظم المشاريع في حياتي اللي صممتها كلها صممتها على هدول البيبرز لأنه I think they are magnificent as a tool for architects to design with فعنا حلين الحل الأول إنه أنا أجي على متجاورة بخلي الرود I come from here I could have the ring road وبخليها تدخل على الوحدات اللي أنا بدي إياها بهذه الطريقة وهذا طريق متبع وهون بتصير وحداتي السكنية وبكون الحركة أو الكوميونال فاسيليتيز هذا بنسميه إحنا public هذا semi public الطريق وبعدين تدخل ل semi private و private وبعدين بتيجي للكور برجع عندك semi public space اللي هو فراغ متوسط أنا بفضل دائما
اتعامل مع التشالنج انه تو جيت ذا رود انسايد في هذه المتجاوره السكنيه. This is my internal ring road. على المنطقه بعمل زونينج. الزون اللي لازم اعملها على المنطقه هون زي ما انتم شايفين برسم هون وبرسم هون. هذول اللي بدهم يكون هم فيهم فاسيليتيز اللي الناس لما تدخل تعمل سيرفيس لانهم ان ان اوت، ما تخلي اي شيء مثل جيمنازيوم مثل ادمنستريشن مثل ستور شو اسمه خدمات garbage bins whatever ما تخليها بنص الكومباوند، خليها على الاطراف لانه it's easily accessible بهاي الطريقه. وفي الوسط بده يصير عندي هذا الفينجر الكبير اللي هو البابليك سبيس للناس اللي هون، اللي هو اويتلاند اور جاردن للناس يستعملوها فراغ. وبعدين بجي بهذه الطريقه وبتحرك. قبل ما اسوي هاي بفتح تاب planning and time savers design وببلش اتطلع how people قبلينا scientists dealt with land. نيجي بنطلع هون. If I have a piece of land and I have a water feature or I have a swale او في كل التفصيلات بدي اقرا الزونز شو انا بشتغل في كل واحدة من هالمناطق هاي وببلش اتطلع على standards. بعدين بتطلع على المتجاورات شو معنى single detached housing، قديش الكفرج، شو الست باك، شو الفيكل accessibility، mass and volume، orientation، الوحدات كيف التقسيم بكون للبنايات وخدمتها، كيف توزيعها. single family detached هذه scientific names متعارف عليها، multi family low rise، multi family mid rise or بعدين بس أخلص معلومتي بفتح على traffic. في العالم كله بلشنا نعمل traffic calming process. شو معنى traffic calming؟ هلا احنا لا خلينا السيارات تكون سريعة في منطقتنا أو مبسوطة دائما، بنكبر الهايويز وبنكبر الطرق الفرعية لكن ما بنركز how to calm the traffic. الآن في أوروبا صغروا الشوارع في مثلا في المنتجعات أو في المناطق السكنية إلى 3.2 meters، عرض الون لين 6.4 التو لينز انسايد المتجاورات السكنيه. لكن ايضا الطرق كلها ستريت كلوجرز كول ذا ساكس هاف كورسز، كل المعلومات اللي عندك بتبلش تطلع عليها قبل ما تصمم. وعاده بكون عندك فريق في مكتبك او استشاريينك بيطلعوا هالمعلومات لك وبتجتمعوا حتى تشوف هاو يو كان كام ذا ترافيكس. كام ذا ترافيكس باي هافينج انترلوكينج tiles in the middle of the streets. وهلا بنشوف في المتجاورة كيف بدنا نشتغل. بعدين بجي لpedestrian friendly streets، pedestrian friendly in the neighborhoods. I will start looking into dimensions. معظم الأوقات إحنا بنصمم من مخنا وقول والله أنا لا عارف كل designs، كل شيء هون بمخي. It doesn't work this way. You have to work things. Then you open to places and districts. Come to neighborhood size. What is consideration of the lots of neighborhood size? First, you do your program. You set the scale. Neighborhood elements. Informal networks. Functional distributions. بعدين تيجي للcultural dynamics. الactivity. شو بدك تعمل في political relationships. شو الgovernor. شو الزoning اللي بتشتغل فيها. وبتبلش تاخذ هذه حسب المنطقة اللي انت والبلدية اللي بتشتغل فيها أو الأمانة. لأنه في planning consideration. وهدول planning consideration بدك تتعامل معهم. إذا عندك historic district وهذا مش موجود عندنا في منطقتنا، لما يكون عندك historic district you have to come up with the functional of historic districts. المهندس طارق محادين في CEI engineering بيشتغل بشركة بالهندسة وباللاندسكيب. قبل ما ياخذوا أي مشروع بعطوهم حوالي 36 ل 40 صفحة guidelines of how to design أو شو الparameters of your design restrictions. And you have to do that. You do your ideas, you do your sketches وبتروح بتورجيهم prelim للبلدية أو للplanning commission and then you start thinking about how you do that and how you can get the approvals. أو تجي على office parks. فلذلك this kind of books are
so much interesting هي zoning regulations. Zoning regulations ارتداداتك قديش بتقدر تعمل buildability في السايت. شو معنى buildability؟ يعني بدك تبني 20% من السايت، 30%، 40% من السايت، الباقي بده يكون 60%. في بعض الدول مثل الولايات المتحدة الأمريكية لما تيجي على قطعة أرض and you want to design it or you want to work on it, you have to make sure إنه 40% of the water اللي بتيجي على هاي القطعة should be collected within your site, إما by a water point إما underground storage, والباقي you can discharge it outside. لما أنا أعمل order زي هيك وأعمل analysis, look what I am doing. عملت my pool اللي هي swimming pool with activities, water feature the private. في عندي منطقة هون هي هالgreenery, I am doing it here. البفر زون between هالوحدات السكنية وbetween هذا space, وبخلي مناطق دخول لهذه محددة في pedestrian separation وtraffic calming. بنصغر الشوارع قدامها الفرعية اللي بتفوت على الكول دي ساك هذا أو على هذا التجمع حتى نشوف كيف نشتغل. خلص من هون، عملت عرفت شو بدي أعمل. بجي للسكند thing that I should do. بقص هاي الأوراق، شوفوا الأوراق اللي عندي هاي نثرتها هون. كل واحدة من هدول عبارة عن وحدة سكنية أو تنتين، يعني عبارة عن شو بيسموها 500 متر، 500 أو 400 متر كل واحدة من هدول. الـ footprint of my house. إذن هاي الوحدة، هاي اللاند، قطعة الأرض لكل واحدة. دخلت من هون، رحت بهذا الاتجاه، وشوفوا شو سويت. على المدخل حطيت الجيمنيزيوم، الادمنستريشن، سمول ماركت، سمول ميني، شو بيسموها، تيلر. كل الخدمات بتيجي عندي في الجيمنيزيوم وعلى المدخل على اليمين مع الادمنستريشن لهاي المنطقة. هاي عندي بوكس، ميل بوكس سيرفيس موجودة هون. بمشي هذا في ريسس، بجي هاي الشارع بعمل بزيح شوية، بعمل باركينج صغير حتى السيارة تصف. برجع هون بدي أوصل بين هذا الفراغ وهذا الفراغ، بعمل اليلو هدول اللي هم عبارة عن 4 meters walkways. وبجي هاي الوحدة، هاي swimming pool. ولاحظوا أنا I'm assuming إنه north this way، معناته هذا south 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 east south 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 south. هدول هلا بنشوف شو يعني south exposed and north exposed. Swimming pools, if I have a swimming pools I will put them on the south. حتى في البيوت اللي التانيات هون بحط السويمينج بول in front of the house. وهلا بنشوف كيف بنعمل سكرين هون. تنس كورتس، تحت التنس كورتس عندي storage tank of all the water that rains under these tennis courts. Or I could make it like a natural pond with design. هدول الباركينج انتريز، هيك صار عندي اكسبوجر. ولاحظوا جيت على الشارع اللي هو حوالي 46، صغرته هون، كبرته آسف، عملت ريسس so two cars can park. لما أجا بده يصير في كروسنج صغرت الشارع، رجعته to a minimal 6.4. وعملت هذا بعمل فيه interlocking tiles أو رامب، بس مش زي الرامبات اللي بنسويهم عنا في عمان بس تجي على المطب ولا أنت مكسر السيارة. they have standards شو سلوبس تبعهم وقديش يكون، ما بتكون صدن اللي بتكون حوالي 4 أو 6 متر. إذن this is what I am doing as a space planning. Look what I did. هذه اللي في النص الأصفر اللي هم الopen spaces اللي برا الgarden، وهدول الwalkways. Then بعد ما سويت هاي I will start doing my schematic. بنتقل إلى المرحلة الثانية بالschematic. This out. بجي إلى my composition of designing the units. وكيف بدي أصمم هالوحدة، تمام؟ This is a prelim idea of me designing the space. Okay. Entry statement.
This is my entry statement. بكون عندي gated. من الجيت بكون في sign. Tells me what type of a unit or a neighborhood. هون في عندي حوالي 20 متر recess. لما أدخل بدخل مباشرة عندي الادمنستريشن بدخل على الوحدات السكنية تبعي. واحد اثنين ثلاثة أربعة اللي هو البيدستريال كروسينج بستريتس. وهذا البيفمنت بتغير. البيفمنت اللي هون غير البيفمنت اللي على المدخل غير البيفمنت اللي بكون بالشارع الرئيسي وغير اللي بكون في هدول. أنا عادة في هيك ديزاينز أو في مناطق زي هيك معظم الأوقات بتكون الرودز designed to accommodate calming the traffic, لأنه هذه متجاورة سكنية ما بصير السرعة تتعدى هون 15 كيلو بالساعة. يعني اللي بده يفوت بفوت بهدوء جدا على المنطقة. بجي على المنطقة هاي هون. This is my green pocket or park, communal facility, بعيدة عن النويز. في بيرمينج. البيرمينج يعني بعمل بين الأرض. هاي الإنسان واقف هون بعمل تل صغيرة وبكون رافع هاي somehow حتى ما يكون نويز على هدول. وكمان بنزل أجزاء من المنطقة اللي هون. A water feature, kiosks وأماكن موجودة عندنا للراحة في هاي وkids playgrounds. منطقة هاي بعمل playgrounds للشباب للأولاد يا بيلعبوا بتكون بعيدة عن التجمعات اللي موجودة عندي. الآن شو عملت؟ جيت عملت pedestrian link بين هاي القطعة وبين هاي القطعة وعملت a jogging track that goes all around my unit بهالطريقة هاي. على الأطراف عملت نباتات حرجية المنطقة الشمالية والمنطقة الغربية اللي هي الكونيفرس بلانتس. كل ما دخلت لجوة بحاول أخلي النباتات عندي هاي كانوبي ديسيجوس فيها كلر وفيها أتراكشن. وعند كل واحد من هدول مداخل هالبيوت من برا بحاول أعطي سبيسيمين تري إما جاكارانداز أو إلى آخره. هلا عندي تصاميم البيوت. هلا وأنا بشتغل بهذا فورا بنتقل إلى إشي اسمه سكيماتيك سكتش. بجيبها وبعمل كويك سكيماتيك سكتش. سكيماتيك سكتش باخذ هالاكسيس وبنزل كل المباني اللي عندي الموجوده في هذا السكشن. وانا بطلع هون من الببليك سبيس برايفت سبيسز هذول البيوت. لكن اللي في النص انا رفعت كل البلاتفورم تاع اللي في النص about 2 meters. وكمان رفعت البيوت another meter above this مشان يصير commanding. مثلا في بعض الاحيان في البيوت بكون لهم اولاد بيلعبوا في هاي المناطق ف they can watch it from the houses overlooking this garden. هلا الاشي هذا كله schematic by the way. We are doing a schematic design. Now I will come to enlarging my section using أول بيت اللي هو موجود عندنا. Sorry, تحملونا دقيقتين. أنا بدي أخذكم section which is an AA section من الـ entrance لها. هذا البيت أول واحد اللي هون، بعدين في واحد خلفي، ثاني، ثالث، الرابع، الخامس. ولاحظوا شو عمل. هذا مرتفع عن هدول، هذا مرتفع هذا أوطى، هذا مرتفع هذا مرتفع هذا أوطى. فأنت you start playing with your composition of the houses وهذول imaginative designs. حاولت أعمل ما بين a touch of modernism، ما حطيت enough style بس at least for vocabulary بين solid void والvolume. وهون في النهاية بدي أعمل الجيمنيزيوم تبعي. لكن I made a beautiful garden or I tried to make a garden active for seating. هاي السيارات كيف two cars could park in the streets. وعملت options parking within the streets وكمان كل بيت يكون له double parking اللي بده يعمل. معظمنا we are focused. إذا بتلاحظوا على كمية البناء اللي موجودة في القطعة الأرض لا تتعدى 25-30% من البلدبيليتي. هلا كل واحدة من هدول ممكن يكونوا attached houses يعني بيتين مع بعض.
بدل ما 400 متر يكون كل واحد 200 وفوقي 200 وهذا 200 متر و200 متر او بجوز يكونوا دوبلكسز جنب بعض. فلذلك انت يو اد ذا فاليو اذا انت مستثمر وبدك تشتغل بالاستثمار. عملت انا الاركيتكتشر and I start doing it. ولاحظوا الكالرز ذات اي ميوزنج. هذه المنطقة الخلفية اللي هي ورا حطيتها نورث، حطيت هون وانتمار، هدول الجاكرانداز او الكالرفول بلانتس، روبينيا جوديو اوكيجيز، الاشجار صغيرة، بعدين بيرمز انا بوتانيكال جاردن للناس او شو بيسموها فيجيتابل جاردنز، بيقدروا كل واحد يكون عنده في بيته. هلا بنشوف كيف. وهون هذا الاكتيفيتي بتختلف، وهون يو هاف ذا سويمينج بول اند يو هاف شاورز اتاتش تو ات. وفي الباك جراوند بحاول اعمل تكوين، ما بجي بصف الشجر صفه واحده، هون ارزي بابلش نايجرا وهذول الاركيتكتشر تبعي. هلا لوك وات ايم دوينج. عملنا الان قبل ما ابلش بكون عملت كلر سكيم، عملت كلر شو بيسموه الانتيريور اركيتكتس دي كول ات بورد، شو بيسموه بورد او مود بورد. انا بعمل مود بورد بالاركيتكتشر بالكلرز، بس جيت عملت اوبشنز اوف هاوس. هدول الاوبشنز على قصاصات ورق صغيره. الايديا بلشت معي من ورقه صغيره كانت هون، ان شاء الله اقدر الاقيها. اي هوب اي كان اف نوت هير ات. I want to share this with you. Street architecture. This is a guy. His name is Ted Nowes, professor of architecture at Catholic University of America. And I want to tell you why we have to read. I will open it. And look at the creativity of this guy dealing with colors. This is the tool of you if you want to be a designer. Look at that. These are the colors, not of the housing, just to feel the forms that you are doing. By the way, part of my educational process till now, I drew some of these things for myself and for my students. And look what I did. They're not the same. They're not the same. I start imagining how this goes and how this could evolve to start thinking of form generation and overlapping the forms. قبل حوالي 4 أيام كان محاضرين من جامعة بلجيم. كنت أرسم slides during the lecture of John Bourbon and Stephen Evans from Belgium. They came online and they gave a lecture to the American University of Man. This is what I did, and there was a competition. They didn't win it. Zaha Hadid win it. Historic building حطوا فوقيها. But the reading of the vocabulary, and that's what I practice. You practice to gripe the sense of color mixing, the sense of. وفي ناس بيقولوا كتير انه يعني you don't have to be a sketcher, you don't have to. I'm not saying you have to be a sketcher, but I'm saying you should build. Look how many varieties I can do. Look at that. طلعوا شباب اللي بيشتغلوا بالعمارة. Ted Nowes حكيت اسمه. And this is where professors of architecture should teach our students to find sources to develop. This is endless games to come up with elevations. I will tell you what happened. بسكرها وبضبها. Throw this and don't throw it, put it aside. And then I start designing the house. Keep designing from a bubble diagram. If this is the south and I'm working within the south, living, guest, parking, من الباركينج كيتشن، ما بما انه نورث هيك معناته الهواء ويند هيك بريفيلينج ويند، كيتشن ويل جو اوت داز نوت جيت انتو ذا هاوس. ذن يو هاف اول ذا سيرفيسز نيكست تو ذا جراج اند يور مالتي ستوري او ذا ستوري ستيرز.
double volume. Diamond double volumes in richest houses. Then directly when you come from, you see the office, or between the dining and the guest and the living. And the dining and the kitchen, I choose it to be oriented toward the pool. Because most of the time, people spend في المطبخ أو في الكيتشن if they have these houses. هلا ممكن هذا يصير two duplexes. يعني أغير كل التصميم وأعمل unit هون وunit هون. وكمان شو بقدر أسوي؟ بجيب هدول to help me understand what do I mean by 20 meters by 20 meters. أو sorry. How I can make these modules اللي هدول الوحدتين أشوفهم هذا scale 1 to 200. Then I would reorient. بعمل الgarden. هذا حبالي 2 dirhams piece of land. 400 meter. The functional of the spaces. ممكن أقسمها إلى 2 slots of lands وأعمل أكثر. وعملت فورا عملت elevation للواجهة الأمامية كيف أنا بدي إياها. لكن بعدين طلعت وعملت الطابق الثاني, which is an overlay على الأول. Bedrooms, bedrooms on the eastern, لأنه north جاي بهذا الاتجاه. هيك هذا east south, and I start to work on the development of my southern exposure. آسف اللي هو في swimming pool, northern eastern field bedrooms, and then I have a terrace, a bedroom, a living. This is a quick way of doing schematics for houses. حطيت a module of this. شوفوا المودول. This is my module. Look at the module. كل واحدة من هذولا تقريبا 5 × 5 = 25 متر. 25 متر. 25 متر. هاي 75. هاي 125. هاي 150. إذن هذا صار تقريبا حوالي 150-160 متر الطابق اللي أول. يا بزغره يا بكبره. بس I should start working on the orientation of the south. South. هاي north هون. Summer تجي. Summer axis. الشمس بيجي من هون. بالصيف وبالشتاء كمان بيجي من نفس, لكن بيجي في زاوية أصغر. Then I start working on elevations. شوفوا elevations of the houses. والناس بيقولوا language. Language should be unified. هون في language في section. لكن this is a language where 80% is void. 20% solid. Look at this. 90% solid. 80% 10% void اللي هو الجزاز. مش كل واجهة بتشتغل نفس الشيء. Then this is a style. This is another style. This is a horizontal plane composition. 80% solid, 20 glass. 80% solid. في ناس بطلبوا احكي بالعربي تو امروا. اذا لما انا اصمم هذه البيوت بعمل عدة اشكال او انماط معمارية. زي هاي 90% 80% فراغ. هذا سوليد فراغ يعني قزاز او زجاج. المصمط هون 90% والفارغ 30 او 10% سوري. هون 20% فارغ, هون 10% فارغ. And I move to other elevational studies of houses. 75%. Look at this. I've خليت أجزاء في البيت من برا بالطابق الثاني to fly over through cantilever اللي هي مطلة إطلالة ما في إشي تحتيها, لكن هذا glass اللي هو الجهة الجنوبية, وفي عندنا الأشياء المصمطة. هذا ستايل كمان آخر. وفي بتلاقي في ناس they start working with shapes like this rectangle, two rectangles. كيف تتعامل مع مثلثين pyramid shape ويكون داخل عليهم مستطيل, أو a triangle مثلث وداخل عليه مستطيل. And you keep on working till you find a solution. بجي للمبنى اللي هو الجيمنازيوم تبعي. And I will work with a sketch of the gymnasium. الجيمنازيوم بيختلف. لأنه الجيمنازيوم بده يكون فيه الادمنستريشن. وبده يكون عندنا اليونت هاي. ويونت تاني وتالتي. هذا أعلى إشي اللي بيكون بجوز يكون في باسكتبول كورت داخلي. حتى اللي بدك تصمم ملعب للباسكتبول أو حدا يلعب رياضة. لكن شوفوا الستايل اللي أنا بشتغل فيه, وبصير في preference which style. I prefer this kind of style to work with it, where a combination of rectilinear
مستطيلات مع inclined. The inclined service بتكون جميلة بس هاي less is more. هاي بتكون أكثر أهدى سيفر لإلك وإنت بتشتغل عمارة. فأنا عملت خلال يومين من لما بلشت بدي أعطيها المحاضرة مع البلت تبعي, البلت اللي هو كيف بدي الألوان تبعي to mix it, I came up with, وممكن أعمل للاحظوا 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ستايلز مختلفة. بس إذا بدي أعمل 1, 2, 3 هدول ستايلز, هذا ستايل وهذا ستايل وهذا ستايل, they go with this style اللي هو rectilinear. هدول المنحنيات لحالهم ممكن يكونوا لغة. لما أطلع على الإليفيشن تبعي اللي عملته أعتقد أنا مشيت بهذا النمط اللي هو موجود عندي بهذا الإليفيشن, ودخلت عليه واحدة أو تنتين من هالفلل أو هالهاوسينج سكيمز. هذا one type of attached detached housing schemes. هلا حدا بيقول لي شو low income housing, شو اللي كيف بدنا نبني للي ما معهم, كل هذا إله حصص وإله مدارس. لقيته بلشت. This is how I started. إشي بنسميه doodling. This is how you learn to do scale. كيف بتتعامل مع السكيل؟ تتعامل معها by reading and understanding the values of books when you have them. وفي كتير زي ما قلت ما بين جعفر ما بين راسم ما بين عبد الواحد الوكيل. How you create spaces, how you think of movement within the space. كيف بدك تخلق روح في المدن المتجاورات السكنية. شوفوا كم الرسومات اللي بيسويها المعماري to find clues. شو معنى finding clues؟ finding clues ألاقي شغلات تساعدني in the finesse of reading the architecture of the region. And I will show you. Look at the fourth dimension in the spirit and the movement. And look at this. Look at the richness of the results of Badran's Beirut studies provided valuable history, certain elements, multi-layer skin methodology. من أحسن اللي اشتغلوا بالمورفولوجي within our region, راسم بدران. طبعا عبد البحليم إبراهيم اشتغل. علي رفعت one of the academics اللي بيعلم مش ستايل, بيعلم التكنيكاليتيز اوف ديزاين ستوديو. بس لوك ات ذا اليفيشنز, لوك ات ذا اليفيشنز دروينجز فور ذا وادي ابو جميل هاوسينج بروجكت ان بيروت لبنان. فيريوس بالكونيز تايبس, ذيس نيبرهودز بيفور ذي وير ديسترويد, ذي بير ويتنس. شو في هذا العمل لما درس المجاورات السكنيه في بيروت, وكيف درس تدرج التعامل مع البلكونيات أو الترسات اللي موجودة في المدن. بس اطلع على زخم وادي صالح housing project, water color and plan view, rural culture issue, Badran zoning provides. Look at the movement patterns within inside this. It looks like he's creating a small city. And look at the lift here اللي هو عمل القرميد والتعامل مع الفتحات and the openings. هالمنمنمات المعمارية للدراسات اللي سواها راسم حتى في بداية دراسته. هلا ورجيتكم angularity. Look at the angularity that he did in ماضي residence في عمان. I think in the late 70s this house. Sorry لأنه بس طلعوا على the angularity in his movement. كان جوا أو من برا, طلعوا من برا كيف هو بيعمل بالsectional studies and approaching to the house. اشتغل بالفورم, طوع الفورم حتى يخلق dynamic movements بالmorphology of the architecture of this house and houses and housing. فأنا لما بدي أفتح بدي أشوف شو سوى في جوردن سيمنت فاكتوري, شو عمل فيه. Look at that. Look at the sketches of that design لآل البيت فاونديشن في عمان. هاي مسابقة أعتقد إحنا دخلنا فيها أيضا لكن ما ربحناها قبل حوالي, أعتقد ما عرفت مين ربحها, نسيت والله.
بجوز راسم did this, but I think this is a historical reference from the city of in 1985. Raisim Badran, he won the competition, yes, to design Ahl al-Bayt Foundation on a hilly site near Amman for an institution dedicated dissemination of Islamic culture. فاز في هذه المسابقة بال 85 جعفر طوقان, and it was a brilliant design. Rasim, did a hell of a job. But look at the complexity of the richness of how he accumulative spirit of the space. كيف بدير وبواصل مع إلاقي مفاتيح لعمله المعماري حتى يخرج في الدراسات. هاي بنحكي عن المتجاورات السكنية. كيف المتجاورات السكنية تتحدث. طلع. Alternative development of housing. هذا الكتاب كتبه جيمس تيل. جيمس تيل is a beautiful author. He wrote books. By the way, جعفر في التلهوني ريزيدنس في عمان did a beautiful job. وفي حوالي ب 1988 استدعاني المرحوم خليل التلهوني أصمم اللانسكيب تاع مزرعته اللي في الغور. ولحد الآن بعتقد عندي سكتش من راسم خطين ثلاثة, قعدنا مرتين لأنه راسم عمل حسن فتحي صمم البيت أو المزرعة, المرحوم حسن فتحي المعماري العالمي المشهور, وراسم تابع وكان يعطي intuitive ideas لخليل التلوني, صمم بيته اللي في عمان, وراسم صمم الموفن بيك اللي موجود في 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 البتراء. كل اللي بنحكي قبل ما تبلش أي ديزاين, record your memory. طبعا أعطيتكم أنا brief about a community and how you deal with the community, بس بدي ألخص. تعمل البروجرام, تحلل الموقع, تعمل space zoning, بس قبل كل هذا بدي يكون عندك مخزون how to read and develop the composition. بعدين تطلع في a layout, وفي ممكن تطلع بدل هالlayout 20 layout وتدرسهم. بكون طبعا عندك الكونتور زي ما حكينا هذيك النهار, how to deal with contours when you are designing a part, وبيطلع عندك final product. هذه الفاينل برودكت رايح اورجيكم هدول كيف برتسموا بالكمبيوترز. في فريق الان عندي باخذ هدول وبحول كل اشي بسويه الى كمبيوتر جنريتد جرافيكس, حتى تشوفوا انتم الفرق بين اللي بنشتغله باي هان. بكون انا استوعبت كل المشروع, اخذت كل الاطر تبعه, لكن ايضا 80% من my presentation goes to the clients بهاي الطريقة. طبعاً بأخذوها الشباب وبعملوا لها presentation وبنمقوها وبعملوا good camouflage حلو حتى تروح للمعماري كإيمج. لاحظوا تركت أبيض هون, مش كل الصورة طرشتها وغمقتها وعملتها ورسمتها, بس الإليفيشن بدي يكون جالس. وبدي أورجيكم الآن غير اللي استعملت هون هذول الماركرز, واستعملت للإليفيشنز this type of جيوكوندا. تحملوني دقيقة أفتحها. هذول اسمهم pastel colors. Now, I want to show you how we do the pastel colors. أنا برسم إشي سريع, by the way. هاي الطابق تبعي. هاي واحد. هاي اثنين. هاي ثلاثة. I draw lines, lines, lines. برسم إشي أنا صري هيك. في شباب بدهم يسألهم. يسأل اللي بده يسأل يسأل. If anybody wants to ask a question. مجد اللايف راح
يعني معمول له شيف. Look what I'm doing. This is my glass. When do we choose material? For example, stone. Is it important at this stage? Yes. Material is important. هذه الماتيريال اللي بستعمل فيها. Look what I did. هذول البوكسات الترسات على الطابق الثاني. هذا بيسموه pastel colors. Look at the pastel color. It's a beautiful tool and a very fast tool. Materials. المبنى. أنا usually I love colors. أنا بحب الألوان جدا فبتعامل في معظم الأوقات بأ color scheme أعمل gumtex material أو fair faced للعمارة اللي برا. أنا بحب الحجر بس التعامل مع الحجر زمان أول الحجر كانوا يستعملوا as a structural element في البناء. إحنا معماريين أو في ناس كتير بتعاملوا مع الحجر وطبعا حسب ميزانية كل واحد اللي ببني بس أنا بحب أتعامل مع الألوان اللي هم I paint my doors, I paint my architecture بماتيريال gumtex material اللي هو عبارة عن قصارة بعد ما أعمل concreting وبعمل مع structure بعمل البلاستر وبعدين بدهن البلاستر وهذا الآن بيتي. Who does this? زي ما قلت لكم هذيك النهار ريتشارد انجلاند ومالطا لوي باراغان لاغوريتا كل هدول. لاحظوا this is how I did a quick elevation. I want to do another elevation. And when you do quick elevations, that doesn't mean if I want to do a touch of a modern or whatever I want to do something, بجي على the edges and I paint my architecture, بجي at my doors and I make my statement, entry statement. And there are these kind of work that I like to do. بحاول كل جهدي. This is my windows. أو ماي جلاس هذا بنسميه إحنا ثمنيل إشي سريع اللي أنت ترسم بدون ما تتغلب وهدول اللي رسمتهم هون كلهم رسمتهم بما يسمى الباستل كولرز ولاحظوا بقول الباستل كولرز يعني أنت بتستعمل سوفت بنسلز هلا في باستل زي تشوكس بيستعملوهم الأرتست إحنا again we are architects we design to accommodate ourselves حتى نستعمل مع العمارة بطريقة بصير عندنا final product. هلا كتير في ناس بقولوا هلا هاي أنا بس أخذها من هون برفعها سكتشب أو برفعها بإيدي زي ما بيعمل راسم بعملوها وبعمل أنا في معظم مشاريع برفعها 3 dimensional أو isometric أو bird eye view بأخذه من هون حتى أشوف كل السايت عندي بس لاحظوا when you enter you should have magnificent landscape open space. لو بتلف اللفة وبتيجي من اللفة من عد من عالداير you see nothing. ما بتشوف غير سور وممر وبعدين البنايات. هون دخلت السيارة. السيارة is part of our culture. بس أعتقد الآن كل واحدة من هدول البيوت لازم يكون عندهم small garden 50 متر 100 متر fruit garden vegetable gardens. كل هذه بتكون وبتساعد. This is a quick thumbnail idea of designing neighborhood بس مرة أخيرة للمعماريين ولطلابنا. أنا في معظم الكورسات بحاول الطلاب تبعي يقرأوا الكتب. في certain books لازم تنقرأ للمعماري. مش التايم سيفرز هدول. هدول لازم يكونوا عندك لما بدك تعمل technicalities أو تعرف standards. بس لازم تثقف حالك تصير عندك philosophy of how writers imagine cities. كلكم كفيجوال ثينكرز انتيرير ديزاينرز هوليوود ديزني لاند ميجر ريزورتس بالعالم ميجر هاوسز احسن اشي سواه المعماري انه تفننا في بعض منا في بناء البيوت لانه البيت هو القاعده الاساسيه للمعماريين اللي يبين ان انت معماري شاطر ولا معماري مش شاطر. To design a house where you invite اللي برا لجوا and you speak بتخلي اللي جوا يحكي وكيف البيت يكون مريح مجهز حركة الهواء في قيده
بدون ما يكون ضخم، بدون ما يكون في تنميط وتطريز ونوفو ريش من كل لون أو قطر أغنية، وما يكون مكلف. أنا عندي قاعدة بالعمارة بحاول أحكيها: You should have an expensive taste, not an expensive architecture. زي اللي بالبسواعي، تقدر القميص هذا تشتري 100 ليرة، تقدر تشتري 16 ليرة، تقدر تأخذ 8 ليرة. وهذا نفس الإيش، بس how you can have an expensive taste. المعماريين اللي عندهم ذوق رفيع وعلم وفن وسكيلز كبيرة من قراءاتهم، وبرجع بدي أخليكم، المعماريين ما بين ريتشارد إنجلاند، ما بين كالاترافا، ما بين لوي باراغان، ما بين ماير، بيتر أيزمان، هدول ناس تعاملوا with this kind of architect. تادو أندو، لوي كان، رينزو بيانو عمل إضافة للوي كان دالاس آرت ميوزيوم، تبع نفس الفوكابولري إذا أنا مش غلطان. في أسئلة. Please ask إذا في حدا. إبراهيم الحديدي: How important is studying color theory for architects? Clearly colors have an effect over moods, lighting, temperature. So why don't we give more attention to it? I will tell you. تمام. ليش احنا ما بنهتم بالالوان؟ خصوصا بالعالم العربي. لا، في العالم العربي سيدي بوسعيد وتونس والمغرب اهتموا بالالوان، واسبانيا وايطاليا they have dealt with colors. الا في مناطقنا احنا desert landscaping، بيوتنا ما بتخلى من الالوان. البيوت البدو الفلاحين ما بتخلى ابدا من الالوان. بيت جدي زمان اول كان اول متر بتلاقي متر ونص اخضر على الداير، المزركشات اللي على الارض من الداخل، لانه الالوان مش جزء من تفكيرنا. بس انا بدي اقولكم تتطلعوا على المخزون الموجود في العمارة والتراث العربي، في اللبس العربي بالقرن 17 19 11 12 13، شوفوا الالوان شو كانوا يلبسوا النساء والرجال. Color all over. من أندونيسيا مرورا بالهند، باكستان، مرورا بأصفهان، بإيران، تركيا، منطقتنا الشام. Color is important، لأنه شو بتسوي الكلر فينا؟ أنا بقول لك شو بتسوي. أنت لاحظ لما تشوف واحد زلمي لابس أسود وبني، بغم على قلبك في بعض الأحيان كرجال. أنا بحكي النساء لهم خصوصية في اللبس، لكن الكرر في البيت لما تعمل وايت ما تعمل اسود، ما بصير تعمل بلاك اند دارك تون اوف كلرز. مرت فتره اسكانات بالاردن كلها انطرشت بني وبيج، هدول الوان حياديه سهل تتعامل معهم وما بتغلط. اللي بده يتعامل مع الالوان بقول لك وين الالوان تبدع فيها: في المراكز الصحيه، في المستشفيات، في مراكز أطفال، مستشفيات الأطفال، الكانسر سنترز. قبل حوالي بال 92 لل 94 اشتغلت على مركز الأمل للسرطان، الجزء الثاني من الانتيريور ديزاين، وكملنا جزء منه، كنت مستشار لهم سنتين، وعملنا الباركينج، وعملنا كالر ثيوري، وعملت دراسة كتير عن الكالر ثيوري. في ألوان you should avoid this color for kids في المستشفيات. You should look at these colors اللي هم Scandinavian colors. These are the colors that you should be dealing with. This color. This color. Greens. This color. Green shades of greens, light shades of greens. You should work with light shade of greens. ابعد عن الكموني. في ألوان احنا بالطبيعة ما بكثير بنحبها. بالهايجين تبعنا. بالهايجين تبعنا. في ألوان ما بنحبها، لكن الألوان المفرحة هي Scandinavian colors, bright colors. ولا أسهل من هذا الكلام. مين أتقن هالحكي؟ الله يرحم حسن فتحي، راعى أريزونا، did a beautiful experimentation. ويسا واصف في مصر. Beautiful architect. I like his work. اللي هو small mosque architectures على شاطئ جدة. عبد الواحد الوكيل. راسم worked with colors. لأن colors of the stone كمان، في color of the stones and color of the granite and color of terebintine. How you use this,
حتى الأثاث. في فرق في interior designers, decorators, interior architects. I believe in interior architects. Interior designers, architects. مش furniture designers. طلع على جاريت إكبو. طلع على إيلو سيرين. لوي كان. طلع هذول الناس كيف كانوا. فرانك رويدايتي صمم الأش تري. I've been to 6 or 7 houses. آخر واحد شفته في ويتشيتا. درست أنا في كانساس. لكن بعد 40 سنة واحد زرت ويتشيتا. شفت 3 houses for Frank Lloyd Wright. I was shocked of this is more than the simplicity. في سؤال وفي حدا يعني عنده كومنت حضرتك من ميثم من مصر I think. حضرتك دكتور قلت انه المعماري بيحب انه يصمم منازل كتير لحتى يكون معماري ناجح. طب زاه حديد ما صممت غير منزل واحد لشخص روسي وهي ستار اركيتكت على ما اعتقد. على احسن الله يرحمه. انا ما حكيت هيك, قلت احسن اشي سواه الانسان المعماري انه تعلم يبني بيوت. كل الفيموس اركيتكتس من ريم كولاس لبيتر ايزمان لتشارلز مور لرينزو بيانو كلهم they have dealt with houses لانه it's the basic skill to design a house. زها حديد is a new wave of architects. She excelled in but she has a different vocabulary of dealing with architecture. She went with curved lines وحكيتها ديك النهار في lecture إشي curvilinear movement. في شوية اختلاف مع زها حديد بسيط لكن مش لدرجة إنه ال concept that she generates is a different concept than what we are used to. هذا الاختلاف, هذا اللي كان لازم إحنا نعلمه في مدارسنا شو الاختلاف وليش أجا هذا الاختلاف. لأنه هدول أجوا كل هدول منهم زاها حديد على رأس الهرم تعلموا من البيزك ديزاينرز من باكف مينستر فيلر من فراي أوتو. بليز الأركيتكس لوك أت ذا جاي فراي أوتو اللي سوى الأولمبيكس ميونيخ أولمبيكس بالسبنتيز and look at the steel structure and the curvilinear lines وإيرو سارنن تاع ديولاس إيربورت استغلوا بالكيرفز structure. زها حديد وسانتياغو كالاترابا وريم كولاس انتقلوا إلى روح جديدة من العمارة بس كلهم بيسموا بيوت. ومع ذلك مش شرط, في ناس كتير they design airports now but هاي basic skills لأنه بتعلمك scale of a human scale. وزها حديد did a beautiful work وفازت في مجموعة كبيرة من المسابقات and she build large scale projects. بس أنا من الناس اللي بحب simplicity in architecture لأنه في عصر هالكورونا الآن ما في إشي بعد الكورونا وقبل الكورونا. الكورونا راح تستمر معنا مش نفس الكورونا بس صدلي علمتنا إنه في أي وقت ممكن يطلع إشي جديد. لكن ثبت إنه البيت الآن هو أهم architectural unit a human being can live in. أسئلة تانية أي واحد؟ في أسئلة. شو الكتب اللي بتنصح الشباب يقرؤوها؟ حكينا إحنا كتير عن كتب من أول المحاضرة بدي رجعوا لها بس برضو من فضلك يا دكتور إحنا كطلاب يعني لسه في بداية التخصص شو بتنصحنا وأرجو الرد من حضرتك يعني بدهم كتب على الأغلب وشو بتنصحهم في بداية تخصصهم. Look at this guy Richard England لما صار عمره 70 طلب 100 معماري في العالم من أصحابه يكتبوا إله شغلة أو يبعثوا له رسمة. زوجته كتبت هذا الكتاب من العالم العربي. 2 كتبوا جعفر طوقان وأنا لكن ريكاردو لاروغيتا. Dear Richard, happy birthday. I hope you live at least another 70 years. فتحت الصفحة طلعت رسمتي أهديته رسمتي من الباترا. This is Richard England and the colors composition اللي شفتوهم. These are the colors. خلي colors palette. When I was asked to write a few words to elaborate Richard's, I wrote this. Who's this? We'll see who is this. John Mooney. خليني أورجيكم architects. Mario Pisani. Mario Pisani is an architect, critique.
He's a designer. Qaddam Kitabi, اللي هو visual thinkers. From all over the world, let me see who is this. Franco Pruni. Look at Pietro Reilly. Look at Richer. Look at David Rock. بس تطلع على موشي صفدي is from Canada. Look at Harry Shielder from Australia. Look at, and the architects that you want to see their work. Let me see who is there. Ah, Alvar Caesar, Alvar Aalto. Huge books. This is a book. When you look at these and you look at those architects, you do that. See, another book, I don't have it. I have it in my office at the university. It's more. Fiden Atlas Book of Architecture. It's a big book. يمكن نص متر في حوالي 40 سم. That thick of a volume. في 7,000 architect من العالم. في more than 7,000 examples of architecture مقسم إلى administrative hospitals و إلى آخره. بس أنا بقول لك وين. Now the encyclopedia is the Google. Google architecture. Google office buildings. Google Amazon architectural books. I have my books, all of them. Architects, landscape architects, visual thinkers. It's on Amazon. Quest for quality on Amazon. Just write the name of architect. إحنا واحدة من مشاكلنا أيضا اللي متعددة إنه إحنا we're not proud of our local or Arab architects. There are leading Arab architects now in the world. There are young people in Britain, in the States, in the Scandinavian, in Italy. There are a lot of Arab young architects, but you have to look at the fathers. Rifat al-Jadirji, he just died. God bless his soul. He's one of the peers, Rifat al-Jadirji, من المعماريين القلائل في العالم العربي اللي أثبت موجودية كمان on the international level. A world winning. اشتغل مع Le Corbusier. اشتغل مع Mies van Rohe. جاب 4-5 جابهم بالخمسينات ستينات جابهم لبغداد يصمموا في بغداد. Frank Lloyd Wright did an image or a design at one time in Baghdad. We don't have these values. ما قاعدين نعرف مين هم. مين محمد مكية توفى قبل حوالي 10 سنين يمكن. No? قبل 3 سنين. I don't know. أو هشام منير of Iraq. أو زي ما قلت لكم عبد الحليم إبراهيم أو عبد الواحد الوكيل أو ريسا واصف أو حسن فتح. هذول لو بس تقروا عنهم وكتبهم. And I'm sure there are a lot of كنت اليوم بدي أورجيكم خطامية واحد صممت أنا مشروع في القاهرة في 6 أكتوبر اسمه الريحان. I did a landscape master plan for that يمكن 10 years ب2007 8 forget بهذاك الوقت. بس في هذاك الوقت أنا اطلعت على المخزون اللي موجود في العمران في مصر في السعودية. لو تشوفوا أنتوا الإمارات مين اللي ساهم في تصميم دبي في بداياته is an Egyptian architect. هون بالأردن سوريا الكسم كان واحد اسمه نسيت اسمه بس كان رئيس وزراء لسوريا he's an architect كان رئيس عميد كلية العمارة I think. إذا أنت بدك تطلع كمان على بيروت بيروت لبنان they have beautiful designers and the list goes on. بدك تروح على فلسطين من أصول فلسطينية جعفر وراسم they are leading. في سعاد العامري a historian dealing with cultural and she is a good writer. She wrote three books about the experience and maybe more. But you have to see مين اللي تعاملوا مع الكلتشر مين انتوا في احنا في مهنة جميلة جدا لانه احنا مش بس بنرسم احنا بنصمم احنا بنتعامل مع الفراغات احنا بنخطط لكن مع الاسف في معظم الأوقات محروفين من المساهمة في التخطيط أو في القرار. أسعد الله أوقاتكم، آمل لكم الصحة، تحية مرة ومكررة هذه التحية للكوادر الطبية أينما كانت في العالم العربي وفي الأردن خاصة لأنه أنا من الأردن وأعتز أنني من الأردن. تحية لشرقة لغربة لفلسطين لأهلنا في الضفة، تحية لمن يسكن ويقطن غزة الكفاح، تحية للجيش العربي الأردني المصطفوي، تحية للأجهزة الأمنية، تحية للعالم والإنسانية بالمجمل، أعان الله كل مغترب، تحية لطارق وتمارا وزين ولينا
وهيا وزيد العائلة المغتربة حماكم الله. أما لأصحابي أنا مكان كايد في نيويورك، أو إلى منير الصايغ الأخ الفاضل والصديق المفضل علينا بالتعامل، تحية لك منير، تحية لعائلتك، تحية لكل عربي يروي بعرق جبينه اسم هذه الأمة التي ما استكانت لذل. حماكم الله.